رجل مسافر صلى في محل إقامته المغرب وقصر العشاء وهو في محل إقامته ثم سافر، هل فعله صحيح؟ هذا غلط، لأنه ما دام في محله ما بعد سافر حتى يخرج من البلد، إذا خرج من البلد شرع في السفر، أما ما دام في البلد فهو لم يبدأ السفر فلا يفطر ولا يقصر لأنه ما زال في البلد، فهو أخطأ في هذا، وكونه يعيد الصلاة أحوط له. نعم.